أنا حرمت على زوجتي أمامها بأنني أفعل كذا وكذا وتراجعت في كلامي، فما علي؟ ما هو الذي حرمت؟ ما ندري وش اللي حرمت، احتاج إلى تفصيل. نعم، إن كان حرمت الجماع، إن كان حرمت جماع زوجك فهذا ظهار، يجب فيه كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا. أما إذا كان الذي حرمته غير الجماع فهذا يعتبر يمين، فيه كفارة يمين.